مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامجكم حياتنا. السوشيال ميديا بقت شيء اساسي ويومي في حياتنا، ما نقدرش نستغنى عنها، ودايما بيظهر فيه مواهب بنحب نتابعها، سواء بقى ترفيهي او تعليمي او ايا كان. النهارده معانا ضيفين مميزين جدا في السوشيال ميديا، ظهروا وانتشروا بسرعه كبيره. هنتعلم منهم الخدع السحريه، الخدع البصريه والحيل، وهنعرف اسرارها برضو. بس الاول نرحب بضيفي وضيوف البرنامج، استاذ عمار. ازي حضرتك؟ استاذ محمد، اهلا بيكم. استاذ عمار، هنبدا مع حضرتك الاول. طيب، حابين نعرف بدات ازاي. هو انا بدات من 2014. كنت شفت حد بيعمل خدع بصريه والحاجات دي بالكوتشين والكلام ده. عجبني الموضوع، قلت اتعلم منه، فتحت اليوتيوب، اتعلمت، طورت من الموضوع، طلع بعديها ناس بتعمل الحاجات دي، قعدت اتعلم منهم كده. تمام. طيب، انت شفت اليوتيوب يعني؟ انا كنت فاتح قناه من 2014 على اليوتيوب، كنت بنزل برضو فيها خدع بصريه، وبعد كده بطلت شويه الخدع البصريه، دخلت في البرانكس، بقيت اعمل برانكس، وبعد كده عملت سكتشات بقى والحاجات دي، يعني عملت كل حاجه على اليوتيوب. بعد كده بطلت خالص، القناه بتاعتي اتسرقت، بطلت خالص بقى من ساعتها، ما بقتش اعمل حاجه. تمام. طب انت، المشاهدين حابين يعرفوا مين عمار اصلا، او بدايته كانت ازاي في المجال، حد يعني انا المجال بدات إزاي؟ الاول كنت بعمل خدع بصريه بالكوتشينه والكلام ده، وبعد كده بقى طورت من نفسي، دخلت في التنويم الاحائي. التنويم الاحائي اللي هم بيقولوا، اللي بنقول عليه في مصر هنا التنويم المغناطيسي. بس وبعد كده بقى، عشان لقيت ان الموضوع بقى كتير قوي، ناس كتير قوي دخلت في المجال بقى كتير، فقلت بقى انا اطور من نفسي، انا بحب اطور من نفسي دايما. عملت ايه بقى؟ عملت كتاب اسمه تغيير القدر. الكتاب ده ناس كتير قالت عليه اللي انا بقى بألحد او الكلام ده. ايوه، الاسم غريب فعلا يعني. بس فكان الكتاب ده كان بيتكلم عن مثلا ايه، ان انا عايز اعمل قدر لنفسي ازاي. اللي انا نفسي في حلم اعمل ايه، اكتب اول حاجه زي السكريبت كده بتاع المؤلف، بيكتب كده في الاول خالص. انا يعني لو عايز اجيب عربيه مثلا مرسيدس، اكتب انا جبت عربيه مرسيدس، ما بقولش انا عايز اجيب، انا جبت عربيه مرسيدس. بعد كده بنزل بالسكريبت، بنزل بقى انا عملت ايه قبل كده، وقبليها على الاقل حاجه 10 خطوات عقبال ما اوصل لدي، فاهماني؟ بس فهو كده. بس انت لو قلت مثلا انت جبت عربيه مرسيدس، عقلك انا بشجع نفسي، ممكن اول 3 خطوات اعملهم انا اللي اكون قاصد ان انا اعمل كده في السكريبت اللي انا كاتبه. يعني انا كاتب ان انا خلصت الكتاب بتاعي، وكاتب تحتيه بقى انا خلصت الصفحه ال 100، خلصت الصفحه ال 50. تشجيع لنفسك. تشجيع لنفسي، وانا بشجع نفسي وخلاص. يعني ده انا بحاول اغير قدري باللي انا كاتبه، بس ملوش دعوه بقى بال، او انت عايز تحقق ده فبتكتب الهدف. ايوه، عشان كده دي بس فكره الكتاب. يعني انا مسميه تغيير القدر، ده فكره الكتاب. انا بتكلم اصلا عن التنويم الايحائي، وكان نفسي ان دي ماده تدرس، بس كان نفسي. هو انت تقدر فعلا حكايه تغيير القدر دي، ممكن حد يقدر يغير قدره؟ هو غير قدره لو هو نفسه في حاجه بس. يعني لو انت حضرتك نفسك في حاجه فعلا ومصممه عليها، ممكن تعمليها. بس في ان انت تكتبي اول حاجه فوق، ان انت انا عملت كده، بعد كده تنزلي بقى انا عملت كده، مثلا انا لبست الكوتشي مثلا، تحتيها انا لبست الشراب، تحتيها انا قمت صحيت من النوم كده. يعني اول حاجه انت بتعمليها بدماغك كده بتطلع. تمام. نرحب عمار. محمد الشهير بالعقرب الساحر. ازيك؟ ازيك؟ عامل ايه؟ كنا عايزين نعرف بدات ازاي. والله او مين محمد العقرب الساحر ده؟ هو انت هتلاقي شخصيات كتير. شخصيه محمد ده حد طبيعي جدا، بس الفكره ان شخصيه عقرب دي ظهرت تقريبا من 3 سنين مع اول لعبه اتعلمها، والصراحه كان جاي حظ. يعني ما كانش في دماغي ان انا عايز اكون ساحر، بس اكني لقيت حلمي كده من صدفه. من صدفه كده؟ يعني الصدفه جت ازاي برضه؟ الصدفه جت ازاي؟ هو كان واحد صاحبي، هو كان بيلعب من 6 سنين بس، فهو عمل لي لعبه عجبتني، كنت عايز اتعلمها. بس اللعبه دي بقى تقريبا لسه ما خلصتش لحد دلوقتي، بقيت 3 سنين بتعلم. 3 سنين؟ 3 سنين. انت بادئ من الموضوع من قريب يعني، من 3 سنين ولا انت حابب من 3 سنين ولا بادئه من 3 سنين؟ لا، هو انا حابب الموضوع دايما، يعني من وانا طفل تقريبا. بس كانت حاجه كده اللي هو انا معتقد ان ده سحر فعلا، وعايز اكون ساحر، بس ازاي يعني هعملها ازاي؟ لما لقيت الفرصه وجات لي بالحظ، فده كان حلمي.
تمام. هو الكلام يعني السحر وكده، يعني ده بيتعمل ازاي اصلا؟ يعني ليه موهبه ولا انت ممكن نقعد تتفرج على اليوتيوب وتعرف تشوف ساحر تدريب كتير؟ موهبه وتدريب بس. اعرف ازاي بقى ان انا عندي موهبه؟ نعرف منين بقى؟ دي اللي هو انت حبيت الحاجه برضه عملتيها. هي حبيت الحاجه، كان انت عندك الاصرار ان انت توصل لحاجه. ممكن تتعلمي اللعبه في يوم، بس اول لعبه اتعلمتها دلوقتي بعملها بطريقه احسن من 3 سنين بسبب التدريب. كانت اول لعبه ايه بقى؟ أول لعبة كانت الرجوع بالزمن. أيوة. وهي دي تقريبا حاجة مش ممكنة، ولكن لو فكرنا إن احنا نعملها المفروض نفتكر. ده أفلام خيال علمي دي، رجوع بالزمن دي. يعني أنا ماليش دعوة بالخيال العلمي، أنا ليا دعوة بالنظرية اللي أنا عاملها. اللي هي بالظبط إن أنا ممكن أفتكر 3 كروت بالظبط أو كارتين. احنا نفتكر أول كارت اللي هو البنت الطفل، وتاني حاجة نفتكر اللحظة دي إن أنا عندي هنا بنت وهنا كارت معرفوش، صح؟ فاللحظة دي بالذات اللي احنا عايزين تفضل فاكرينها. وهنشوف الكارت ده 9 قلب لحظة، فأنا هاخد التسعة احطها مكان ما حطيت البنت. الساعة بتمشي يمين، أنا همشي عكس عقارب الساعة. طب ممكن تقف عشان الكاميرا تشوفها؟ هو بالظبط دي اللحظة أنا عايز أرجع لها، إن البنت كانت هنا والتسعة هنا. أنا ممكن نشوف حاجات أحسن. إزاي عقرب محمد؟ إزاي في كذا شخصية؟ يعني بالنسبة لان انا دلوقتي لو مثلا انت اخترت كارت ممكن تقولي اقف اي حته؟ اقف هنا؟ طيب الكارت ده بتاعك. تمام. للكاميرا. انا ما اعرفش ايه الكارت. تمام. بس بالنسبه لمحمد ممكن يتوقع المكان، يعني تكون حاجه قريبه او حاجه ابعد، مش بالظبط صح؟ بس حسب بالنسبه لعقرب المفروض تكون حاجه سهله بالنسبه لعقرب صح؟ طيب الكارت ده بتاعك؟ لا. كانت متوقعه لان ده محمد مش ساحر، احنا قلنا كده كتير. بس انا هاخد كارت وبالنسبه اعرف هو ممكن يعمل كده بس، وهيبقى الكارت بتاعك ايه؟ ظهر. ده ازاي ده بقى؟ ممكن تكون بسبب قوه الكارت نفسه، ممكن اكون بكذب كل ده، ممكن تكون كوتشينه فيها حاجه. ممكن، بس انا يعني بشيل الاحتمال ده خالص، لان فعلا الكارت نفسه لو خدته عملته كده بس ممكن يختفي لانه كارت قوي او انا مخليه مميز. كوتشينه معينه مثلا اللي يبقى فيها اللعبه دي؟ لا اي كوتشينه، انا هعرف اعمل لعبه اي كوتشينه ايا كانت. طب ممكن انت تعمل كوتشينه ولا كده؟ كوتشينه مختلفه مثلا، مجرد الخامات بتاعتها هي عاديه، الكوتشينه عاديه. طب ممكن تعمل لنا حاجه تانية؟ انا عندي فكره تانية، ولكن دي هتعتمد اكتر على ان احنا نتخيل. يعني هنتخيل ازاي؟ هستخدم الكوتشينه التانية. كنا نبص في الكاميرا عشان الناس تشوف معانا برضه. دلوقتي انت تختاري كارت من الكوتشينه دي، بس هحتاج منك شويه تركيز زياده. انت شايفه ان الكوتشينه كلها طبعا متلخبطه ومفيش اي ترتيب، يعني انا مش تركت في اللعبه. تمام صح. بالنسبه للكروت اللي انت تختاريها دي حاجه بتاعتك انت. هي الكوتشينه دي غير الكوتشينه دي وغير الكوتشينه دي؟ اختلاف. مش اكتر. كل واحدة لها لعبة مختلفة يعني؟ بالظبط. ممكن تختار تقولي اقف اي حتة. ماشي اقف. هنا؟ نشوف الكارت. الكارت هو الايس السبيد. صح؟ وريك الكارت للكاميرا؟ الايس السبيد. هو عموما كارت قوي، حتى لو هنلعب لعبة مثلا ايا كانت اللعبة، بس هو كارت قوي صح؟ احنا بدأنا بإيه أول حاجة؟ احنا حاطين الكوتشينة في العلبة، طلعناها. صح؟ وانت اخترتي بعديها ايه؟ الاس السبيد صح؟ طيب تمام. دي حاجة مهمة لازم تفتكرها، الاس لسه معانا هنا. أنا المفروض إن أنا بلخبط، بس دايماً لما بقول كده أنا ببقى بكدب على الناس، أنا شغلتي إن أنا أكدب على الناس. خد أحسن. تمام؟ فأنا الاس لسه معايا أهو. أنا عايز بس أتخيل حاجة بسيطة جداً. زي إن أنا هاخد الاس ده أحركه هنا كده بس. ويختفي. ده ازاي؟ بس ازاي؟ لحظة. مفيش حاجة بتحصل صدفة. كل حاجة مترتب لها. سواء كان لا طب هو اختفت ازاي يعني برضه؟ يعني لا انت تقول لنا هي ممكن نقول ان هو سحر، بس هي خفت ايه؟ بس انت ما كنتش فيها سحر. طب انا مركزة. طب انا كنت مركزة. ما انا عارف ان انت مركزة. تمام. ماشي.
طب وعمار ممكن يعمل لنا ايه بقى النهارده؟ هو احنا برضه هنعمل حاجه بس هنقف تاني معلش. كنت اقولهم الاول وخلاص. معلش معلش. هو انا معايا كوتشينه هنا. طيب. كوتشينه مختلفه معلش ممكن كوتشينه مختلفه معلش ممكن كوتشينه مختلفه. انا عايز حضرتك تقسمي الكوتشينه دي من اي مكان كده نص. طيب. ماشي. شوف الكارت ده وريه للكاميرا يعني شوف الكارت اللي فيه. اول واحد ده ممكن ما اشوفوش عادي. تمام تمام خلاص. حفظت الكارت خليكي حافظه. انا ما شفتوش. ماشي هو هنا هو لسه. طب خلاص هما شافوه. ماشي. هناخد ايه معايا هنا؟ زي برتقانه. برتقانه وسكينه. برتقانه مقفوله يعني ممكن تزوم. زوم مثلا مقفوله خالص. تمام. انا عايز حضرتك تقسميها كده من النص كده ودوريه. من جوه ادخل لجوه مش قوي يعني ممكن تلفيها كده اللي هي تتفتح في الاخر كده. ماشي دوريها كده وافتحيها. معلش. في كارت هتلاقيه في نص البرتقانه. دخلتها جوه ازاي؟ يعني هتلاقي مفيش اصلا مفتحه. ثانيه نفتح نحاول نفتح الكيس ده. هو ده الكارت اللي حضرتك اخترتيه؟ هو صح. انت عملتها ازاي؟ ما البرتقانه كانت مقفوله. ما هو ده العادي بقى. ده العادي. السكوت. طب ماشي ممكن بس نعمل حاجه تانية. في حاجه بقى انا بقول ان انا بعمل تنويم احائي. ممكن حضرتك بقى تستريحي في الحته دي. طب الحمد لله. ممكن تستريحي. ايه التنويم الاحائي ده اصلا؟ التنويم الاحائي ده لو انا ممكن ممكن انسيكي كارت. انسيكي كارت انت اخترتيه. ممكن اخلي ايدك تقفل كده ما تفتحش. ماشي انا هوريكي كارت هتمسكيه وبعد كده هتوريه للكاميرا. تمام. ماشي وهتغمضي عيني خالص وخليكي في كلامي ركزي في كلامي. ماشي. انا ما هاجي هنا. تمام تمام. انا عايز اوريكي لحضرتك انت الكارت. احفظيه. تمام. حفظتيه؟ اه. خليكي ماسكاه كده وريه للكاميرا. غمضي عينك. غمضي عينك. انا عايزك تركزي بقى في كلامي وفي كل كلمه انا هقولها. غمضي عينك. غمضي عينك. معلش هتزوم على الكارت. انا عايزك تفكري ان عينك بتقفل. عينك بتقفل اكتر كل ما تاخدي نفس. خدي نفس عميق طلعي من بين شفايفك. فكري في الرقم. انا عايزك تفكري في الرقم وفي مره واحده تمسحي الكارت من دماغك كأن الكارت اتحول لشاشه بيضاء قدامك. وبعد كده الكارت بيتغير. الكارت بيتغير. الكارت اللي حضرتك اخترتيه اتغير. كارت قولي كارت حضرتك اللي في ايدك اتغير. الكارت اللي في ايدك كام؟ 3. 3؟ متأكدة؟ اه. الكارت اللي في ايدك كام؟ 3. ماشي بص على الكارت. لا ازاي؟ عادي. لا انا شايفاه 3. عادي. لا مش هسامحش قبل ما تقول ازاي. لا احنا هنعمل حاجة في الآخر ممكن نقول عليها ازاي. يعني ممكن أعملها دلوقتي عادي؟ لا بس دي عجباني. لا نقول حاجة ثانية. عشان دي صعبه شويه. ممكن تليفونك؟ اه مش اتفضل. انا مسكت تليفونك قبل ما اجي مسكته كده بس صح يعني. أوه. ولا لعبت فيه ولا عملت اي حاجه صح؟ اه. ماشي هو التليفون مقفول اهو. معلش ممكن تزود. التليفون مقفول. تمام. انا عامل التليفون كده هحاول افتحه ببصمه عين. انا عم كده التليفون فتح. انت فتحت. وريني ده فتح حقيقي. هي دي بقى الخدعه اللي انا ممكن اشرحها لكم عشان في كذا حد قال لي انا مش عارف اشرح الخدعه دي فانا هشرحها. انا طالع اشرحها. انت فتحت. انت فتحت وانا عاملاه ببصمه وشي وعيني وصوابعي. هو بص احنا في الاول قبل ما اخش الحلقه انا هشرح الخدعه. قبل ما اخش الحلقه انا قعدت مع الاستاذه فتحت لها الحاسبه. ممكن مثلا ايه فتحت لها الحاسبه كده. ماشي وده اللي حصل. ايوه ده. خليتها تكتب وزنها بس انا ما كنتش معرفه عن حاجه عن اللي انا هعمله في الحلقه.
انا خليتها تكتب وزنها اللي هو مثلا 45 مثلا، زائد مثلا طولها 160 مثلا، زائد اي حاجه، زائد اي حاجه تاني، زائد مثلا باسورد موبايلك اللي هو 113 113. انت قلت للناس كلها على الباسورد. ماشي، بعد كده دوسنا يساوي، وقلت لك خليكي فاكره ال 114 دي لو تفتكري، او 100 حاجه، قلت لك محسسك ان ايه، ان انا هخليك ان انا هعمل حاجه بالرقم ده، بس انا ما عملتش حاجه بالرقم ده، انا دوست سي. ماشي كده الكارت اتصفر، مفيش حاجه صح؟ انا لو دوست يساوي تاني هلاقي 113 113، دي اخر حاجه حضرتك كتبتيها اصلا اللي هو الكارت بتاع حضرتك. بصي هي لفه برضو يعني، هي لفه بس ممكن تزود، هي دي هو ده الكارت اللي حضرتك، الرقم بتاع الباسورد بتاعك. أيوة ده كذا حد عملها وقال اللي هو مش بتتكشف بس انا كشفتها في الحلقه. بس ده لا خدعه سحريه فعلا. بس طب محمد عقرب ممكن تقدم لنا حاجه تانية؟ ممكن انا اقوم اقفلها. ماشي. طيب قبل اي حاجه برضو، هو تقريبا احنا هنحتاج نتخيل كتير في اللعبه دي. انا هستخدم كارتين وهو الجوكر. طيب الجوكر تمام، بس ليه هستخدم الجوكر؟ ان هو في العموم كارت قوي، اقوى كارت في الكوتشينا، لان هو مش حاجه، مش كيان ثابت يعني، مش مثلا كارت زي الثلاثه، فهو مش هيكون حاجه غير الثلاثه، هو الجوكر، فيقدر يبقى اي حاجه. صح؟ والله لا معرفش قواعد الكوتشينا يعني. ما انت لو قلت لي حاجه اقول ايوه خلاص. طيب بس ممكن توقف اي حته تختاري كارت؟ مش لا ماشي ماشي وقف اي حته تختاري. ماشي خلاص تمام، الكارت ده احنا كلنا هنشوفه ما فيهاش مشكله. طيب كنت ممكن تختاري اي كارت تاني صح؟ عادي، بس اخترتي الاثنين التريفل. فانا هاخد الاثنين، انا مش هممني اعرف مكانها ولا هممني ان انا اطلعها تاني، لان انا تقريبا مش جزء من اللعبه دي. تمام. ازاي؟ انا دلوقتي الجوكرين دول كنت مطلعهم قبل اي حاجه صح؟ ايوه. المفروض ان هم اللي يلاقوا الكارت بتاعك. ازاي يعني؟ هيلاقوه ازاي بقى؟ اول جوكر اهو هعمل كده لا يختفى، ده تاني جوكر صح؟ ما بتختفيش. لا لا ده هيختفي دلوقتي، بس اعمليها انت المره دي. ماشي بس هو اختفى راح فين؟ راح فين؟ لو قلت لك ان انا مش جزء من اللعبه دي، بمعنى ان انا الساحره، انا اللي اختفيت، انا اللي خليتها. طب اسمعي الشاطره، بصي هتلاقي ان انت الجوكرين لقوا الكارت بتاعك تقريبا اللي هو الاثنين تريفل. بس احنا تخيلنا بس حاجه حصلت يعني، ده فعل. بس في حاجات احنا يعني انا كبني ادم عينيا مش هتقدر تلقط الحاجه بالسرعه دي. بس انا محتاج تركزي معايا في دي بالذات. تمام. بصي اختاري اي كارت اللي انت تحبيه وريه للكاميرا. اوكي طيب حطي كارت هنا. تقريبا اي لاعب خفه المفروض بيقول في الحالات اللي زي دي اللي هو انا بلخبط الكروت، الكارت ضاع مني، الكلام، وانا بحس ان هو كدب قوي، فانا مش عايز اكدب يعني. هي الكوتشينه فعلا مختلفه يعني، مش هي مختلفه بس في الديزاين بتاعها مش اكتر. المهم انا محتاج تركزي معايا، معلش دلوقتي الكارت ده بتاعك؟ لا. الاحتماليه بتزيد مع كل كارت بنطلعه صح؟ يعني ده في كارت بره وده ممكن يكون الكارت بتاعك. ممكن. هو ده؟ لا المشكله انا ما اعرفوش، بس في اللحظه دي بالظبط المفروض اعمل حاجه انت مش هتاخدي بالك منها. ممكن نبقى نراجعها في الكام. ان انا بدلت الكروت وكده، سرقت الكارت ده وحطيت الكارت بتاعك هنا اشوفه؟ يا ريت يعني، لو مش هيضايق. صدق فعلا انا هقعد معاكم بعد الحلقه. انا فاضي، ما عنديش. انت علموني يعني، وتعلموا الضيوف برضه يعني، المشاهدين برضه يعرفوا الحاجات دي. اكيد مش لما نطلع حلقه كمان نبقى نعلم الناس. انا في ده كارت توقع، انا مختار كارت توقع مني. ماشي ممكن بس تمسكيه كده، خليكي قافلاه بس خليه معاكي. انت دلوقتي انت اكيد حابه رقم من الارقام. صح؟ صح. انا عايزك تفكري في اي رقم اللي انت حباه. فكرتي؟ ماشي. قولي كده للكاميرا. اقوله؟ تلاتة. تلاتة. تلاتة ده الرقم اللي انت بتحبيه. طيب ماشي، انت ممكن بس تفتحي كده بس بالراحه الكارت، بس انا في ارقام تانية بحبها. ايوه انت حضرتك اخترتي التلاته. ممكن تفتحي الكارت بالراحه بس. بالراحه؟ هيطير ولا ايه؟ معلش هنطير. هنطير ولا ايه؟ افتحي بقى كده.
هو في ثلاثة. وريني الكاميرا. هو مش باين، مش باين. في ثلاثة فعلا. طب انت عرفت ازاي اللي في دماغك؟ عندي بقى توقعات. توقعات؟ توقعات. لا ده يعني مش خدع كده بصرية كده، ده رحل السحر كده. لا لا مش برضه مش رحل السحر. في حاجة اسمها اللي هو زي انا بعرف دماغك عشان اعرف العب مع حضرتك، يعني بعرف دماغك قبل ما اقعد، قبل يعني ما الثانية اللي نخش احنا الحلقة، قعدنا فيهم قبل ما نخش الحلقة انا قعدت مع حضرتك شوية. ممكن اكون عرفت تفاصيل حياتك مثلا عادي. تفاصيل حياتي؟ ممكن ربع ساعة اعرف كل حاجة عنك عادي. هو نفس اللي ممكن يعمله محمد كده. بس لا يعني الموضوع هو عموما يعني ده مربوط برضو بالتنويم الإيحائي اللي انا بعمله لك، بس التنويم الإيحائي مش اللي هو النوم بقى خلاص، اللي هو ايوه اللي هو الإيحاءات. إيحاءات. اللي انا بدي حضرتك إيحاء اللي انت تعملي حاجة، او اللي انت تنسي كارت وتغيري الكارت من دماغك زي ما حصل، وانت لغاية دلوقتي مستغربة ازاي حاسك. طيب طب انت شايفين نفسكم ممكن توصلوا لايه او حابين توصلوا لايه؟ انا عن نفسي انا نفسي الكتاب اللي انا بكتبه نفسي بعد ما يخلص ينتشر، عشان ونفسي دي تبقى ماده تدرس، اللي هي ماده تغيير التنويم القدر. الإيحائي. ده كلمه هي يعني كلمه بتاعها هتعمل هتعمل بس ضجه هي، عشان يعني. هي فعلا فيها قسم حاجه اسمها تغيير القدر، درس كامل بيتكلم 10 يجي كام 50 انت صفحه. قرات لمين اصلا؟ تحب نعم. تقرا لمين؟ بقرا الاستاذ ابراهيم الفقيه الله يرحمه. الله يرحمه. انا بحب اقرا له برضه يعني. وفي بعض ناس مش مصري اجانب يعني، عشان ما فيش حد غيره كان بيدرس الحاجات دي في التنميه البشريه. بس فالحته دي كان استاذ ابراهيم الفقي الله يرحمه بس هو اللي كان بيشرح ده اللي في مصر يعني عموما اللي انا شفته. انت حابب تسيب مجال الخدع السحريه ده وتتجه لمجال الكتابه اصلا؟ الكتابه لا انا مش عايز الكتابه، انا عايز بس ان الكتاب التنويم الايحائي ده يتدرس، عشان في ناس بتعالج بالايحاءات، بتعالج مثلا من التوتر النفسي، بتتعالج من حاجات كتير، او ممكن اخليك حضرتك لو في حد بيدخن اخليه يبطل تدخين من التنويم الايحائي. بس يعني ده فيها حقيقة كذا يعني دي حقيقة. عادة بس لو سيئة حضرتك ممكن. يعني لو حد عايز يبطل ومش عارف، هي دي الحتة دي يعني، لو حد حابب السيئة دي حاجة ترجع له. لا بس لازم يكون عايز يبطل هو ومش عايز ومش عارف. الإرادة. الإيحاء عقرب بيشرب سجاير فبطله يعني. شوفوا بقى على التلفزيون. يعني ابدا بيه، انا عايز اشوفها. بشرب عادي مفيش. مش عايز تبطل؟ ما انا طب يجرب، انا عايز اجرب. لا هو مش عايز يعني، انا عندي لازم يكون عايز بس. طب وعقرب حابب تكون فين بعد شويه وقت كده؟ شويه وقت. عقرب مدي لنفسه فتره تدريب 5 سنين 3، فالمفروض اكون ساعتها احسن ساحر في العالم، ده الهدف. ربنا يوفقك. خداع بصري. احسن خداع. خداع بصري. خداع خداع. بس ما تقالش خداع، ما عشان هي مش سحر، هو مش سحر، هو ده خداع بصري. وانا كشفت مثلا حاجه بنعمل صعبه، ولا هو انا فتحت باسورد تليفوني بيطلع أيوة على سحر. بس انا على فكره باسورد لما فتحته يعني انا ما ركزتش قوي، بس انا عايز الحلقه دي. اللعبه دي اللعبه لما اتعملت الشخص اللي عملها اول واحد كان بيقول ان سحر، وان دي مش سحر، هو بيطلع يقول انا ساحر، انا ساحر. لا هو مفيش ساحر، هي عباره عن خدع. خدع كله خدع. انا اثبت يعني انا ممكن اشرح اي حاجه اللي عملتها، بس برضو حاجات صعبه مش حاجات سهله يعني. دي سهله لو انا كشفت فتحت باسورد التليفون، ده سهل بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير، ما انا خلاص شرحتها ممكن اي حد يعملها، بس ما تسرقوش تليفونات حد يا ريت يعني. استاذ عمار، استاذ محمد العقرب الساحر، شرفتوني ونورتوني. بنور حضرتك. سعدت جدا بالحلقه معاكم. في خدع يعني هعرفها منكم بعد ما نشوف. خلص دلوقتي. تمام. سعدنا بيكم جدا، واتمنى تشرفونا في حلقات جايه ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا النهارده، نشوفكم في حلقه جديده. مع السلامه.